السلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا رب خير جميعا. يبقى عم نتكلم المرة اللي فاتت عن الست تايم أوت والآلية بتاعت تنفيذها ازاي. يعني هنتكلم اليوم ان شاء الله باذن الله ازاي ان انا اعمل ستوب او اوقف الاكسكيوتنج بتاع الزمن ده. يعني انا مثلا قلت ان الست تايم اوت بتنفذ لي الماي فانكشن، بتستنى الكم ملي ثانيه دولت علشان تنفذ لي الماي فانكشن، تمام؟ وده موجود في البوتن اللي اسمه ران. فانا لو رحت كده وعملت ريفرش للبوتن اللي اسمه ران هيستنى الثلاث ثواني ويروح يظهر لي ايه المسج بوكس او الايه الاليرت ديت. طب اوكي انا عايز اوقف بدل الاليه ديت في الزرار اللي تحت، علشان اوقفها يا جماعه محتاج اعمل ميثود اسمها كليك. الميثود دي بتحتاج برامتر، تمام؟ يعني انا علشان اوقفها برضه اوقفها بالزرار، فالميثود اللي انا هستخدمها اسمها كلير تايم اوت، تمام كده؟ بس مشكله القضيه ديت انها محتاجه برامتر. البرامتر ده هو ايه؟ فين التايم اللي انا عايز اوقفه لك. فانت ايه علشان فين التايم ده انت لازم تساوي الموضوع بتاع السيت تايم اوت ده بفاريبل تاني. فايه مثلا هتخليها اكس بتساوي حاجه وانت هتروح تقول موقف ايه؟ موقف اكس. انت كده قلت لي ان اكس بتساوي سيت تايم اوت، فانا ايه اون كليك هنفذ لك الاكس، وان كليك على البوتن ده هوقف لك او اعمل كلير للاكس. دي الفكره. فانا عملت كنترول اس ورجعت عملت ريفرش جرب رام بعد 3 ثواني هتظهر لك حلو، تمام؟ عملت رام وعملت ستوب بعد المفروض طبعا كده ستوب وقفت القضيه. فانت ايه استنى ما شاء الله في الوقت مش راح يحصل شيء، لكن الرام بعد 3 ثواني راح تظهر لك الاليرت بتاعك، تمام كده؟ ده بالنسبه للطريقه اللي تقدر تعمل ستوب للاكسكيوتنج بتاع مين؟ بتاع الميثود سيت تايم اوت. يا رب تكون كل التوضيح مفهوم. سبحان الله ربنا وبحمدك لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.